في المركز العاشر بيوتي اند ذا بيست، القصة الخيالية الشهيرة للجميع من عالم ديزني، وتدور أحداث الفيلم حول بيل الفتاة الجميلة التي يقع والدها في قبضة وحش يعيش في قصره البعيد، وتقرر أن تضحي بنفسها من أجل تحرير والدها، وتحاول التأقلم في حياتها الجديدة مع الوحش الذي يكشف عن جوهره النقي المدفون كل يوم لتقع في حبه. التصوير السينمائي والمؤثرات البصرية كانت أفضل شيء في الفيلم، كما أشاد النقاد بالمشاهد الخلابة للطبيعة والقرى الريفية الجميلة في القرون الوسطى بفرنسا، حيث اعتبروه الفيلم الواقعي الحي الأفضل في تجسيد تلك القصة. في المركز التاسع وندر وومان، الفيلم الذي اعتبره الكثيرون المنقذ لعالم دي سي سينمائي من الانهيار بعد عدة إخفاقات في أفلام متتالية، حيث تمكن من خطف قلوب الملايين من عشاق أفلام القصص المصورة ومحبي عالم دي سي. وتدور أحداثه حول ديانا برينس، المحاربة الأمازونية التي لا تقهر، التي تعيش على جزيرة ثيمسكيرا كأميرة للجزيرة، ثم تقرر الخروج للعالم الخارجي من أجل إنقاذه. حصل الفيلم على نقد فني ممتاز من معظم النقاد حول العالم، واستطاع تحطيم العديد من الأرقام القياسية، ويحتل الآن المركز الأول في قائمة أفضل 50 فيلم سوبر هيروز حسب تصنيف موقع روتين توميتوز الشهير. في المركز الثامن بيبي درايفر، فيلم ينتمي لأفلام الجريمة، ويصنف الفيلم الأمريكي كواحد من الأفلام الحاصلة على تقييمات مرتفعة وإشادات نقدية من مختلف النقاد السينمائيين هذا العام، فقد نال 98% على موقع روتين توميتوز. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والأكشن والموسيقى أيضا، حول سائق محترف يجبر على العمل لصالح زعيم مافيا كبير، ولكن يجد نفسه في مهمة محكوم عليها بالفشل تهدد حياته وحبه وحريته. في المركز السابع Get Out، من أفضل أفلام الرعب الدرامية الذي تم عرضها في عام 2017 ونجح نجاحا باهرا في الوسط النقدي والجماهيرية، حيث تمكن من الحصول على تقييم 100% في موقع روتين توميتوز خلال الأيام الأولى من عرضه. فهو فيلم ذكي يعالج ظاهرة العنصرية بشكل لم تشاهده من قبل، إذ تدور أحداثه حول شاب أسود البشرة يدعى كريس وحبيبته روز التي تتمتع ببشرة بيضاء. يقوم كريس بزيارة والدي روز بدعوة من حبيبته، الأمر الذي يؤدي إلى عدم راحة كريس من هذه الزيارة، لكن الأمور تبدأ بالإثارة والرعب بعد أن يشعر كريس بحصول حوادث غامضة ومخيفة في البيت. في المركز السادس The Florida Project، من أفضل الأفلام التي صنعت عن فترة الطفولة، وهو مستوحى من قصص إخبارية تداولتها وسائل الإعلام قبل نحو 5 سنوات عرفت باسم المشردون الخفيون. وتدور أحداثه حول طفلة الصغيرة موني التي تبلغ من العمر 7 سنوات، تعيش برفقة والدتها في إحدى الفنادق الرخيصة على الجانب الآخر من عالم مدينة ديزني الخيالية والمثالية. في المركز الخامس لوغان، لطالما كان وولفرين دائما هو نجم سلسلة أفلام إكس مان منذ ظهوره في مجلات الرسوم المصورة الهزلية، وبأسلوبه الحاد والغاضب والشرس في المعارك شكل وولفرين جزءا من مراهقة كل واحد منا. وفيلم لوغان يكمل قصة وولفرين في مستقبل مظلم عام 2029، حيث يعيش لوغان في عالم ترك فيه القليل من المتحولين على قيد الحياة، ولم يولد أي متحولين آخرين منذ 25 عاما. ويظهر لوغان وقد شاخ وخارت قواه الخارقة بعدما تسمم بسبب معدن الأدامتيوم الموجود داخل جسده، وتظهر لأول مرة شخصية ابنته التي ورثت منه قدراته الخارقة. تفاعل الجمهور مع الفيلم وحقق إيرادات تقدر ب 612 مليون دولار عالميا. في المركز الرابع دانكيرك، ملحمة حربية تاريخية وواحدة من أفضل الأفلام التي تتناول أحداثا حقيقية حصلت أثناء الحرب العالمية الثانية، ويكفي أن تقول أن الفيلم من إخراج وكتابة المخرج العبقري كريستوفر نولان. وتدور أحداثه حول واحدة من أكبر عمليات الانسحاب التي حصلت في التاريخ الحربي المعاصر، انسحاب قرابة 400,000 جندي من القوات البريطانية والفرنسية والبلجيكية من ميناء دينكريك الفرنسية الذي كانوا محاصرين به. في المركز الثالث Call Me By Your Name، واحد من أنجح الأفلام الدرامية والرومانسية لعام 2017،
حصل على العديد من الجوائز والترشيحات، حيث نال جائزة أفضل فيلم لعام 2017 من قبل جمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس، مقتبس عن رواية بنفس العنوان للكاتب أندري أزيمان. في المركز الثاني ليدي بيرد، فيلم درامي من بطولة المرشحة للأوسكار سيرشا رونان، حصل على إشادة كبيرة من النقاد، حيث حصل على تقييم 100% في موقع روتن توميتوز، وتدور أحداثه حول ممرضة تعمل جاهدة لتحافظ على لم شمل عائلتها بعدما فقد زوجها وظيفته، وتحاول أيضا أن تحافظ على علاقتها مع ابنتها المراهقة التي تريد أن تعيش حياتها بشكل مختلف عما تريده لها والدتها. وفي المركز الأول Three Billboards Outside Ebbing Missouri، من الأفلام التي تنتمي إلى تصنيف الدراما الكوميدية السوداء، تدور قصته حول ميلدريد هايز التي تتخذ خطوة جريئة بعد مرور أشهر من دون الوصول للجاني المتورط في قضية مقتل ابنها، حيث تتلخص خطواتها في إقامة ثلاث علامات تؤدي إلى بلدتها مع رسالة مثيرة للجدل موجهة إلى مأمور شرطة المدينة.